النسخة الأكثر استثنائية والنسخة الأكثر تغطية إعلامية عالمية والنسخة التي سينال بطلها 6 ملايين دولار. هذه لا شك بأن شوكة في الحرب وبالذات الهلال في أيام النخبة. الآن الكرة إلى الصدور بحوال والكرة في أحضان الكويلار وبانيجا. الآن محاولة والكرة بتصل على طول إلى ميشيل. الإعصار يتوقف عند الصخرة حسان. كرة إلى بانيجا بيحول كرة بالخطأ، فرصة هلالية، مالكوم يسدد كرة، الكرة تذهب إلى أقصى الجهة اليمنى، ميشيل ينجح بالمرور ولا قرار للمحامي وميشيل وحيث سفت وراسياته الراسية. الله محمد إبراهيم كنو يعلنها. أنا هنا يبتسم في وجه النصر، الزعيم يبتسم في وجه النصر. يا عرب السبت اقترب حيث ديربي الغضب سيكون حاضرا يوم السبت. هكذا أعلنها محمد إبراهيم كنو إذ ارتقى وضرب بالرأس وهز شباك كيم للمرة الأولى في البطولة. الله على الكرة العالية الرائعة من روبن، والله على الارتقاء من كنو حيث يرتقي ويضرب بالرأس ويعلن لقب الدوري من ضربة حرة أمام الشباب. أنيسة الأهلي الجوعي الذي بدأ هلاليا، وأيام الجوعي الذي تقدم هنا أمام كان هلاليا وبدأ في الهلال يكسب. الآن خطأ خارج الصندوق. نعم روبن نيفز ويكون حبيب الوطيان يجهز إيفر بانيجا. الآن وحلع الأولى، وبهذه الصورة وبهذه اللقطة أمام إيفر بانيجا بهذا الفاول تصل من جديد. ما زالت إلى ياسر الشهراني بيحول كرة. الكرة الشباب يلعب بروح بقتال باسمه بلمسة بكرة. تنحب ومن المحبة إكويلار قد قطعت الكرة أمامه. من المحبة تمريرة ما فيها رايق، لا لم ترفع مع رايق، قد رفعت في الجانب الأيمن. فواز صقور وحبيب الوطيان والإيفور يرسل مين يقابل. عدت من حسين وصلت لحسين آخر لكنه الصبياني. الله على الصبياني، الله على المرور والتقدم والعرضية، دفاع والوسط والهجوم. إيفر يرسل كرة، الكرة وهذا آخر من كرة بانيجا ثم فواز، لكن حبيب الوطيان كرة بتوصل على طول تتحول وتتحضر. وعلى هذا النغم الهلال فعلا يلعب الهلال. الله العب يا هلال، جمهورك وراك، كل الملعب وكل الليلة ليك. الله على نغم القوة الزرقاء. كان الهلال بعشرة أو أقل يضرب بالقوة الزرقاء. القوة الزرقاء تضرب عرضا ومدرجا. الله خيال يا عالم خيال، خيال يا عالم خيال. هذا هو الهلال. خيال يا عالم خيال.
هو في الظروف وفي أحلك الظروف دائما ما يظهر ويضرب ويتجلى. الله على كرة سعود، الله على تحضير سافيتش. ثم مالكوم، مالكوم يسجل ثانية أهداف باتجاه ميشيل، خطفها خطفها وتقدم، انتظر وتحرك سالم. الآن سالم يضرب بالثالث، قد يضرب يضرب، ما ركبت على ميشيل قوته، لكن يترك مكانه حيث إيفر بانيغا يقف فيه ويسدد. الكرة مرت سليمة على مرمى الوطيان أفية، والتصعيد للفريق الأول في 2012. الآن الكرة توصل أضع لمصلحة الجوعي، يرسل كرة نجاح لسعود في إحباط محاولة تلك الإصابة. ياسر الشهران، إيفر بانيغا يرسل كرة على طول بالرأس، نجاح من كان. أوهو، إنه كويلار، إنه كويلار. إذا أردت الإطاحة بالشباب عليكم تجاوز كويلار. أولا كويلار يجتاز الجميع بصاروخ لا يرد ولا يصد، وقفت دفاع الأزرق وحبيب الوطيان لتكون في الشباك. هدف جميل، هدف رائع. وكويلار أحدهما سيسدد، بانيغا أقرب، بانيغا اعتلت العارضة، تنفس الزرق السعداء أمام مسانداً للمجموعة في هذه الظروف. الله على المجموعة، المجموعة تمتلك حبيب الوطيان بعد العرض الرائع لأحمد عبده في هذه اللحظة. حسين القحطاني لمسة أكثر من رائعة في ولمسة على طول لكوليبالي، وتغطية سريعة قد حضرت في هذه اللحظات. إيفر لمسة، أوبا، كانت كراتك يا أحمد عبده. الاستقبال الرائع والتنفيذ الذي اقترب من النجاح لو كصلحة متعب الحربي كان مصاب ويدخل هذه. اي والله، رغم الألم، رغم مثلا ضعف الدعم بالنسبة له، لكنه يقاتل، والكرة في النهاية تطول إلى الخارج. شباب الشوط الثاني يا جيسوس، كرة من جديد للجهة اليسرى، كوليبالي. هذا الجمهور الآن هو يتقدم، والوطيان ينقذ الموقف. تعد، ولكن كوليبالي الصخرة السنغالية يكسب خطأ ويمنح بطاقة صفراء على حسام على الشباب، ويتقدم للتسجيل. الكرة بتبعد من أمام هجوم الأزرق من جديد. الهلال فوز تاريخي أو الآن، الآن سالم، سالم يظهر، يظهر الحفدان. الهلال يعلنها ديربي الكرة العربية السبت المنتظر. الهلال يرفع العلامة ويبتسم في وجه النصر. يا عرب